أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى، مستمرين في حملتنا رمضان أحلى بنفع العباد، وكل يوم معاكم إن شاء الله يا رب في نفس الميعاد، ويا رب يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. كل يوم بنحاول ننزل بنشوف عمل جديد ينتفع منه الناس، بنحاول ندخل البسمة والسرور على قلوب أهالينا، ويكون هو ده باب النفع اللي احنا بندخل منه علشان نبلغ محبة ربنا سبحانه وتعالى، ويكون ده هو الأجر اللي احنا بناخده إن شاء الله في رمضان. وانتم عارفين إن ربنا بيضاعف الأجر، يا رب نكون ممن يعني يحسن النية ويكون ده خالص لوجه الله تعالى رب العالمين. احنا كل اسبوع بنحاول ان احنا نقدم حالتين من حالات العمره اللي قدمتها لنا مجموعه شركات يونيفرسال برئاسه المهندس يسر قد. والنهارده احنا عند حاله سيده من الرسائل اللي جات لنا اللي تم الاختيار عليها، وزي ما بقول لكم كده الاختيار بيكون من ربنا سبحانه وتعالى. دايما بقول تاشيره العمره او تاشيره الحج دي بتكون من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيختار وهو اللي بيصطفي. ممكن تلاقي حاله مثلا ما بتردش، ممكن تلاقي حاله بعد ما بنوصل لها ما بنعرفش نوصل لها تاني، بنلاقي العنوان، بتحصل حاجات معينه وتلاقينا رحنا لحاله بعدها. سبحان الله بنلاقي كده حاجات هي في الاول وفي الاخر بتكون هي دي رساله من ربنا، ان هو ربنا اختار الشخص ده او يعني اذا كان الام او الاب دول هم اللي ربنا اختارهم. ده اختيار من ربنا، ما فيش لينا احنا يد فيه خالص. احنا النهارده عند رساله جات لنا من السيده عفاف، هي عندها 7 بنات، زوجها توفى من زمان على حسب الرساله اللي جات لنا وعلى حسب الناس لما جم شافوا الحاله. جوزها توفى من زمان وهي ربة ال7 بنات، اشتغلت وشقيت وتعبت وسبحان الله يعني قدرت ان هي تعلمهم، وفعلا يعني بتحاول قدر الامكان ان هي تكمل لحد دلوقتي معاهم. كل امنيتها ان هي كانت تطلع عمره، طبعا لظروف وامكانيات ناس كتيره ما بيقدروش دلوقتي يطلعوا عمره، وطبعا زي ما انتم عارفين اذا كان ناس كتيره من الطبقه الوسطى مش ما بتقدرش دلوقتي على اسعار والغلا، اكيد الطبقه الاقل بيكون عندها صعوبه في ده. احنا النهارده هنيجي للست عفاف ونحاول نفرحها ونقدم لها العمره وهنعمل لها مفاجاه هي ما تعرفش ان احنا جايين. احنا جايين بس نقول لها احنا جايين نتكلم عن نشوف يعني ظروفك ايه وكذا، وبعد كده بنفاجئهم بالعمر. تعالوا نحاول نفرحها النهارده، وهو ده الباب اللي احنا ندخل منه النهارده. يا رب فعلا يكون هو ده باب النفع اللي دخلنا منه النهارده ان شاء الله، ويكون الفرحه الكبيره للست عفاف ولبناتها. تعالوا معانا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا منى؟ تمام الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. قولي لي انت بعت لنا رساله بترشحي ماما للعمره، قولي لنا الرساله كده كنت كاتبه لنا فيها ايه؟ برشحها ان هي تعبت وشقت علينا كتير، وان احنا 7 بنات وبابا توفى. احنا ترتيبك كام بقى في السابع؟ السبع بنات؟ انا السادسه. انت الاخيره؟ اه. وليه تعبت وشقت علينا كتير وهي تستاهلها. وهي بابا سابنا واحنا صغيرين جدا، وهي فكرش تتجوز ولا اي حاجه، وفكرت بابا يعني الله يرحمه توفى وانت عندك كام سنه؟ كنت في ثانيه ابتدائي يعني 7 سنين، 7 8 سنين كده. وتعبت وشقت علينا عشاننا كتير، ومفيش ولا عم ولا خال ولا اي حد وقف معانا ولحد دلوقتي برضو. وهي تستاهلها، واحنا نفسنا يا ربنا يكرمها ونعوضها خير، وهي تستاهل كل خير برضو. واحنا كلنا علمتنا احسن علام وجوزتنا وجدتنا. اتعلمتي معاكي شهاده ايه؟ معهد 2 سنين. ما شاء الله. اشتغلتي ولا متخرجه بقالك قد ايه؟ 3 سنين. اشتغلتي ولا لسه؟ لسه. اشتغلتيش ليه؟ ايه؟ اشتغلتيش ليه؟ لسه ما فيش، مش لاقي حاجه كويسه. قدمتي في حاجات ولا انت ايه تخصص ايه؟ لزوم معلومات. طيب المفروض تخصصك كويس. بس وربنا يسر. هاتي هاتي بس يعني بعد ما نخلص تدي بياناتك هنا، وان شاء الله ربنا ييسر ويكون في شغل مناسب يعني باذن الله. وجوز بقى الاكبر منك في منهم متجوز؟ 4 متجوزين.
وفي واحدة مطلقة معاها تلاتة، وهدير في أكاديمية تخرج السنة دي إن شاء الله، وهي تعبت عشاننا كتير واشتغلت وكافحت كتير، وإحنا نتمنى بس اللي ربنا يوفقها وتطلع العمرة ونعوضها خير وهي تستاهلها. انت شايفه ان انت ما بعتي رساله اتفقتي بقى انت واخواتك البنات، ولا انت قلتي انت شفتي البرنامج؟ قولي لي يعني جت ازاي؟ احنا شفنا البرنامج وقلنا لازم نبعت وكده. انت واخواتك ولا انت اللي قررتي لوحدك؟ كلنا. بس قلتوا لماما ولا بس واحنا بنشكر حضرتك وبنشكر البرنامج، ونتمنى ان ربنا يوفقها وتطلع باذن الله ولنا نصيب باذن الله فيها. انت بعتي يعني وانت بعتك كده كنت متوقعه ان ممكن الناس تشوف رسالتك، ان احنا في البرنامج نشوف الرساله، ان احنا ممكن نتفاعل معاكي؟ ان لا اكيد في ناس كتيره ساعات ناس قلت ما في ناس كتير قوي هتبعت، انا هبعت واكيد ممكن ما يحصلش. فعلا بس ربنا وفق وجتولنا على طول. ربنا. يعني توقعتي ان ممكن حد ممكن يبص يشوف رسالتك؟ لا بصراحه عشان تبقى ملايين الناس وكده، فربنا يوفق وجتولنا على طول ان شاء الله. ربنا يا رب يرزقها يا رب، ويكون ده بقى التكريم من بناتها لي يعني ليها، كانكم انتوا كده بتقولوا دي يا ماما هديه مننا ان شاء الله، ويكون رمضان بقى ده السنه دي يكون خير عليكم يا رب. اللهم امين علينا وعلى امه المسلمين. ازيك يا هدي؟ الحمد لله بخير تمام. انت اخر العنقود؟ بصراحة. سنة كام؟ انا خلصت اخر سنة. انت لسه مخلصة بقى؟ اخر سنة اخر ترم. عشت مبروك. معاكي شهادة ايه بقى دلوقتي ولا لسه ما خدتيش شهادة؟ بكالوريوس. بكالوريوس ايه؟ انوس معلومات. ما شاء الله ان شاء الله. ناوية تشتغلي ايه بقى ولا بتفكري تعملي ايه؟ بتحلمي بايه؟ انا ان شاء الله هقدم في كذا حاجة ان شاء الله، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. يوفقك يا حبيبتي يا رب، وان شاء الله يعني يرزقك ما تتمني، ويكون رمضان ده يكون خير يعني عليك. ليكي ماما بتقول ليكي اخوات بنات مخلصين شهادات جامعيه ايه بقى قولي لي؟ هندسه ونظم ومعماري وايه تاني بس مش عارفه نسمع. ورشا دبلوم. يعني ما شاء الله، يعني شايفه ماما يعني كانت حريصه ان انتوا تتعلموا كلكم. الحمد لله تستحقها والله، يعني من زمان نفسها بس يعني ما فيش امكانيات وكده. ف زمان بتقول لكم انا نفسي اطلع عمره؟ من زمان نفسها، بس هي كانت عايزه تجوزنا كلنا الاول وبتاع، فاحنا سعينا يعني ان احنا نقدم وكده في كذا حاجه، بس ما حدش رد علينا خالص. فحضرتك ردت علينا بعدها بكام يوم كده، وكنا مبسوطين جدا يعني قناه المحور وحضرتك، نتفرج على طول على البرنامج بتاعك يعني. ربنا يا رب يسعدكم يا رب، ويكون في خير النهارده يعني لعل وعسى. محدش عارف ربنا كاتب ايه. اكيد اكيد طبعا ربنا كاتب ايه، هي في بينها ايه وبين ربنا بقى، دي حاجه علمها الله. اكيد اكيد الحمد لله. ربنا يكرمك يا حبيبتي يا رب، ويكون يا رب فاتحه خير. ممكن اقعد بقى جنب ماما اتكلم معاها شويه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك استفاد؟ ازيك استاذ؟ كل عام كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. ربنا رمضان كريم عليك يا رب. الله اكرم يا بنتي. الله اكرم. الله يعني انا شايفه عندك سبع بنات زي الفل. الحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا. في احفاد كتير ما شاء الله، ولا باين البنات كلهم جابوا لك ولاد؟ 21 ولد. بسم الله ما شاء الله. يعني يعني بنتي يعني البنات جابوا لك 21 ولد؟ بسم الله ما شاء الله. انت جوزتي كام بنت؟ اربعه. في واحده معاها سته اللي هم داخلين دول، بس هي بشو ما شاء الله جايبه ست اولاد. ايه كده بس الكبيره بتاعتي، الكبيره بتاعتي هي بالشغل. والبنات التانيين برضو كلهم جايبين اولاد؟ كلهم صبيان الحمد لله رب العالمين. حاسه بقى بعزوه ولادك دلوقتي بعد ما كبروا بقى وحاسه ان انت اديتي رسالتك؟ الحمد لله. بس اجوز الكام بنت الفاضلين وبعدين يبقى كده. كام؟ ثلاثه، هدير وحنان ومنه. ما دول الثلاثه. في عندك حد لسه في التعليم غير هدير؟ هدير. لا الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا. كده خلصتي بقى الحمد لله؟ لا كده. استعفاف انت زوجك توفى من زمان، عملتي ايه بقى؟ كان عندي 34 سنه، والعيال دي كلها كانت صغيرين فوق بعضيهم كده. كان بيشتغل ايه؟ كان نجار. كان نجار بس بقى معاش ولا مش حاجه؟ لا في معاش صاحب الورشه عمل له معاش. والله ما شاء الله. عم ملاقي العيال كتير معايا ساعدنا، وصاحب الجامع ده عمل لي معاش والحمد لله، وكافحت واشتغلت وبعت هدوم وتاجرت واشتغلت في مصنع سكر واشتغلت كتير والحمد لله، وربيتهم احسن تربيه.
انتي اكيد وقتها يعني انا عارفه ممكن اي زوجه زوجها بيتوفى واولادها لسه صغيرين وبتكون هي لسه في شبابها وكده بتبقى الصدمه صعبه. اكيد طبعا اكيد طبعا، عشان ما لهمش اخ كمان في وسط يوم، فتعبت عمال ما ربيتهم طبعا، عنيد طبعا. احكي لي كده، احكي لي احساسك وقتها، قلتي مثلا لا ان شاء الله ربنا يقدرني وعلمهم، ولا كنتي حاسه الحمل تقيل، ولا قلتي اشوف حد من اخواتي او اهل جوزي يساعدوني؟ لا لا لا، ما لجأتش لاي حد، ووقفت قدام عمامهم وقلت لهم انا هربيهم، وقفوا قدامي قالوا لهم مش هيتعلموا، هم صعيده وقالوا لهم مش هيتعلموا، مفيش حد فيهم هيتعلم، وقفت قدامهم ولميت البلد عليهم وقلت لهم هيتعلموا، وعلمتهم والحمد لله كلهم. كنت بروح اوديهم واجيبهم، وراح اوديهم الدروس واجيبهم والحمد لله. وعندي ام الاولاد دي كانت في جامعه القاهره، عملت كانت في ثانويه، في ثانوي وصنايع، خلصت ونجحت عملت معادله، كنت بروح اوديها كل يوم واجي في جامعه القاهره اللي في الجيزه. ما فكرتيش مثلا قلتي الحمل تقيل وتعليم اعلمهم طيب بس لحد تعليم متوسط؟ انت اللي كنت حريصه ولا هم البنات كانوا حابين؟ كل حاجه الحمد لله رب العالمين. انت عملتي كل الشغل دي شرف ليكي، ودي حاجه تقدري عليها ان انت فكرتي تشتغلي في كذا شغلانه، لكن تعب ومصاريف الدراسه وتعب والدروس وكده، ما قلتيش كفايه مثلا البنات يتعلموا تعليم متوسط؟ كنت بحمل عربيات سكر في مصنع والحمد لله الحمد لله الحمد لله. البنات كانوا بقى يعني مساعدينك في ان هم يعني بيذاكروا كويسين على قدي؟ كانوا برضو كانوا ماشيين على حسب يعني امكانياتي. ربنا يكرمك. طبعا الشغل ده يعني حاجة ممكن تبقى شرف، وهي ده التاج اللي ممكن يكون على راسنا، ان احنا ان حد ينزل ايش عشان ولاده. بس قولي لي بناتك يعني كانوا ما شاء الله بقى يعني كويسين كده ومساعدينك، ما فيش واحدة بتسقط، ما في ماشيين كويس في الدراسة، بيسمعوا كلامك؟ الحمد لله كان ماشيين، ربنا عالم يعني بيدي الشيء على قد الشيء، فالحمد لله كانوا زي الفل في الدراسة، وكانوا بينجحوا من اول سنة والحمد لله. ربنا يبارك لك فيهم يعني يا رب. يا رب ربنا يبارك لك فيهم. ويعني ممكن ناس مفهوم عندنا كتير موجود يعني في ثقافتنا وفي مجتمعنا المصري ان اللي عنده بنات بيبقى حمل تقيل وكده. طبعا اكيد يعني انت ما شاء الله بناتك كانوا زي ما يقولوا كده طوق ايدك. اكيد طبعا الحمد لله الحمد لله، والله الحمد نعمه من عند ربنا الحمد لله نحمد رب. انت يعني في طول سنين بقى شقايكي وتعبك وكده، انت تقولي كنت سامعاكي وانا بتكلم مع هدير ان انا كنت طول عمري نفسي اطلع عمر، بتمناها من ربنا وبنام واحلم بيه، مش عايزه اي حاجه غير ان انا يعني نفسي مش عارفه اقول لك ايه، يعني بنام بقول لك بنام واحلم بيها، يعني حلمت كذا مره ان انا مسافره وان انا معايا شنطه وان انا مسافره ومره على جمل ومره سافرت، حتى كان عندنا جنازه هنا صاحب الجامع ده طلعت حكيت له قال لي حبيبتي انت ربيتي عيالك احسن تربيه، حجيتي 7 مرات، قلت له بس نفسي برضه اشوف يا عم الشيخ، قال ان شاء الله ربنا يديها لك يا بنتي. يا رب يكتب لك النصيب يا رب، يعني انت اله النبي يا رب يرزقك ما تتمني يا رب. عارفه انت اصلا يعني ما شاء الله انت عامله حاجه كويسه، يعني تربيتك لبناتك وان انت احسنت تربيتهم، يعني انت عارفه ان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيمه كهاتين في الجنه. نعم بالله. وشوفي بقى ان يعني كان في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيقول في حد يعني في حد هيروح معاه ويتسابق معاه في الجنه اللي هي السيده أيوة. سبقت بيقولوا مين دي؟ قال ان ربة الايتام. شفتي ما انت عارفه ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، بس مش فرض ربنا الحمد لله الحمد لله. يبارك لك بقى في بناتك وفي احفادك، وان شاء الله يعني انت الحمد لله ما شاء الله ربنا يعني من عليكي وعانك وساعدك، وان يعني كمان ان بناتك يبقوا بارين بيكي، انا دي اللي عماله اقول لك عليها كل شويه، اقول لك انت احسنتي تربيتهم فيطلعوا بارين بيكي، وهم ان هم يفكروا يشوفوا البرنامج ويقولوا طب اذا يعني ماما هي ممكن تكون هي اللي تفوز بالعمر. محظوظين دي والآن ان شاء امر الله، كله بامر الله، ربنا يبارك فيكم يا رب بحقيقه النبي يا رب. ربنا سبحانه وتعالى بيسخر عباده، وبيكون مثلا ممكن يكون حد ربنا بيسببه سبب، يعني ممكن تكون حاجه ممكن هي ما كنتش شافت الحلقه بالصدفه، ما شافتش الحلقه ما يعني او شافتها وما خدتش بالها، يعني ايه اللي يخليها تفكر ان هي مثلا او ربنا يعني يوجدها في الوقت ده وتشوف الحلقه في الوقت ده وتفكر انها تبعت رساله؟ بعد 11 سنه عيان كان عامل قلب مفتوح كنت قاعده بيه كمان،
قبل ما يتوفى. قبل ما يتوفى عامل قلب مفتوح قعدت بيه برضو. ربي يكرمك يا رب ويجازيك كل خير، يعني اكيد اجرك عند الله اكبر واكيد تكريمك عند ربنا سبحانه وتعالى اعظم واكرم. يعني هم ما طلعتش بالدنيا الا بيوم، يعني انا ما طلعتش بالدنيا الا بيوم الحمد لله. ربنا يخليهم لك، دول رزق يعني ثروه كبيره ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويبارك لك يعني في عمرك وصحتك وعافيتك، ويا رب يكون دخلتنا النهارده عليكي دخلت خير يا رب والنبي يا رب يا رب. انا بس عايزه اقول لك حاجه، يعني انت النهارده فزتي معانا بالعمر. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ألف مبروك. ألف مبروك. أنا بشكرك وبشكر البرنامج وربنا يخليكم متشكرين جدا. ألف ألف مبروك. أنتوا إيه مش أنت مش مفيش زغاريط بس جوه الأسفل. الشباب دي ميت بس جارنا هنا ميت. عندكم حد متوفي هنا؟ خلاص مش هنزغرط، إحنا هنفرح بس كده. يعني كفاية فرحتك ودموعك دي. كناش مصدقين وانتوا فاجئتونا بجد. احنا بنشكرك قوي وبنشكر البرنامج وبنشكر حضرتك، وده كله من فضل ربنا وفضلكم وشكرا، وربنا يتقبل منها ومن امه المسلمين اجمعين. يتقبل ان شاء الله وتبقى عمره مقبوله ان شاء الله. وتروحي كده وتغسلي صدرك وقلبك ومن كل الهموم ومن كل التعب وكل حاجه، تروح بقى وانت هناك عند زياره الحبيب المصطفى وانت بتعتمري وانت بتطوفي الكعبه كل حاجه هتروح ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا رب. الف الف مبروك. الف مبروك يا رب، يكون النهارده بقى يعني دخلتنا عليك ودخلت خير، يبارك لك يا رب، ويكون دي فيها فرحه لقلبك، ويا رب كده يعني يكون بقى رمضان السنه دي احلى رمضان مر عليك. يبارك لك يا حبيبتي يا رب. احلى حاجه نختم بيها النهارده فرحه الست عفاف وفرحتها اللي نزلت بدمعه. وطبعا يعني يا رب تسامحني ان انا دايما بروح لاي حد من اللي فازوا بالعمره بحب ان انا اعملها لهم مفاجاه، بتبقى المفاجاه ليها طعم احلى وبيبقى احساسها بان ربنا سبحانه وتعالى بعتها ليها بشكل كده في فرحه، بيبقى فرحه كبيره جدا، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نفرحها ولكن بشكل اكبر، فبتعملها لها دايما مفاجاه. وقد ايه زي ما شفنا فرحه بناتها وفرحه احفادها ان ربنا سبحانه وتعالى هو ده التكريم اللي بعته لها ربنا سبحانه وتعالى، بعتنا ليها النهارده. ممكن زي ما بقول لكم وكررتها كتير في حالات العمرات اللي جات لنا بتحصل لنا حاجات كده، فبنشوف ان ربنا بعت لحد معين، اختار حد معين، اصطفى حد معين. هي الست الجميله دي اللي شقيت وتعبت واشتغلت واشتغلت كذا حاجه وما كسفتش ان هي تشتغل، لا نزلت وشالت وبعت خضار وبعت وشالت مش عارف حاجات في مصنع وبقت تعمل كذا وكذا وكذا باختلاف كل الشغل، ولكن كان عندها اصرار ان هي عايزه تربي بناتها احسن تربيه وان هي تعلمهم احسن علام وان هي تتباهى بيهم وتحسن تربيتهم. عشان كده في الاخر ربنا كرمها فيهم وطلعوا يعني بنات برات، وربنا رزقها بقى بالاحفاد كلهم ما شاء الله شبابهم وصبيان يعني زي الفل. وده التكريم اللي ربنا بعته لها في رمضان السنه دي ان هو يرزقها بهديه العمره تكريما ليها، تسلك بقى صدرها وتروح للحبيب المصطفى هناك، وانها تروح الروضه وانها تعتمر حوالين الكعبه الشريفه. فهي ده التكريم، هي كان بينها وبين ربنا الدعاء وربنا استجابه النهارده، جابنا ليها النهارده علشان نفرحها ونفرح بناتها، وهي دي اجمل حاجه ممكن نختم بيها يعني يومنا، ودي اجمل حاجه ممكن دايما بننزل ونرجع بفرحه، وهو ده باب نفع العباد اللي احنا دخلنا منه النهارده. واستنونا بكره ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون معانا فرحه جديده لهديه عمره جديده لسيده فاضله ان شاء الله، يكون يا رب نقدر نفرحها. ودايما في نهايه كل عمل بنقول اللهم تقبل.